انتبه انتبه اشغال مع نادية فوتي. في انتبه اشغال باش نرجع على قمة القاهرة للسلام اللي كانت دعت لها مصر لاحتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة. وكان ذكروا زادا أنه فما خلاف كبير كان بين المجموعة العربية والمسؤولين الأوروبيين بسبب وضع جملة اللي هي حق دولة الاحتلال في الدفاع عن نفسها وإدانة صريحة لحماس في البيان الختامي. دونك في الأخر بالكل قمة هذية وفات من غير ما فما حتى بيان ختامي. بعد نرجعوا نحكيوا على شنو النقاط نتاع الاختلاف وباش نبداو زيد نحكيوا على بعض المواقف. واخترتهم فما برشا الحقيقه اخترت يمكن اهم المواقف ولا اللي فيها جدل منهم وزير الخارجيه المغربي اللي كان قدم 5 رسائل من دوله المغرب. اولا الدعوه الى خفض التصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكريه وتجنيب المنطقه ويلات صراع قد يفضي إلى ما تبقى من فرص وأمل السلام والاستقرار. الرسالة الثانية هي الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعدم استهدافهم، وذلك وفق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإسلامي والقيم الإنسانية المشتركة. ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة. الرابعة هي رفض كل الحلول والأفكار الهادفة إلى تهجير أو ترحيل الفلسطينيين من أرضهم وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة. والرسالة الخامسة هي الحاجة إلى إطلاق عملية سلام حقيقية تفضي إلى حل الدولتين، دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. تفضل معنا. من عندي حتى تعليق؟ حتى ما عندي حتى تعليق. باهي نواصلوا مالك. معناتها جوست للتوضيح فيها مواقف اللي قلناها متورة مواقف. معناتها انا الجمهور نحكي على روحي. لا بيان سور موقف. شوفي خلي نفسروه باش ما يتفهمش بالغلط. اليوم معناتها مش معناتها موافقين. لا لا اكزاكتومون. اليوم معناتها كي نسمع في الكلام هذايا نقبلوا اذا كان صادر مثلا على بابا الفاتيكان يعمل في رساله سلام. اليوم انك انت تكون مساند للقضيه الفلسطينيه فانه مواقف من نوع هذه هي اقل برشا برشا زاده من اللي هو مطلوب في كحد ادنى لمسانده القضيه الفلسطينيه. لماذا لم تستغل المغرب قنواتها الاتصاليه بالكيان الصهيوني ونعرفوا اللي هي حديثا صديقه جديده لها للتاثير على الاقل في مصلحه القضيه الفلسطينيه دون لو سونس اللي تخدم القضية الفلسطينية وتكون قناة تواصل؟ علاش ما استغلتش انت العلاقة الطيبة نتاعها؟ انت تتصور انه معناتها فما تأثير ممكن لأي دولة مطبعة على دولة الاحتلال انه يسمعوا بكلامهم وياخذوا بخاطرهم؟ في هو توا ديجا هما الامريكان وما همش منجمين يحكيوا معهم باش يد ولا بطبع. واضح هذه الإجابة اللي هذه الإجابة اللي كنت نستنى فيها. هذاك هو العاهل الأردني الحقيقة كان زادة كلام مؤثر جدا اللي ألقاه في القمة هذية. بدأ في الأول سلم على الحضور باللغة العربية ثم اختار أنه يحكي باللغة الإنجليزية نظرا لأنه فما بلدان غربية حاضرة، ويقول أنه حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين. يقول هل أنه حياتنا أقل أهمية من حياة الآخرين؟ وهل أنه تطبيق القانون الدولي انتقائي؟ وإلى ليه هذا اللي نسمعه. فكلما تزداد وحشية الأحداث يبدو أن اهتمام العالم يقل شيئا فشيئا، ففي أي مكان آخر كان العالم ليدين استهداف البنى التحتية للمدنيين والحرمان المتعمد للسكان من الغذاء والمياه والكهرباء والاحتياجات الأساسية، وبالتأكيد كانت لتتم مساءلة الفاعل فورا. وهكذا كان الحال فعلا في الفترة الأخيرة في صراع آخر، لكن ليس في غزة. فقد مر أسبوعان منذ فرضت إسرائيل حصارا كاملا على قطاع غزة، ويستمر مع ذلك الصمت الدولي من غالبية البلدان. ولكن الرسالة التي يسمعها العالم العربي عالية وواضحة: حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين، حياتنا أقل أهمية من حياة الآخرين، وتطبيق القانون الدولي اختياري وانتقائي، وحقوق الإنسان لها محددات فهي تتوقف عند الحدود وتتوقف باختلاف الأعراق وتتوقف باختلاف الأديان. به درس فلسفة به مش خير. ليه هو المواقف اللي فيه هي
خلينا نقولوا الحد ولا الحد الادنى اللي نجم يقبلوا الراي العام الاردني. نتصور انه ملك الاردن كان قال حاجه اقل من السقف هذايا كان نجم يخلق له مشاكل داخليه حقيقيه، وبالتالي قدم الحد الادنى المطلوب. وكلامه كان يتعدى في وسائل الاعلام الغربيه، وانا ما شفتش حتى حد كي روبري في وسائل الاعلام الكبيره ينجم ياثر ويمسر الراي العام الدولي. كنت فاكر امين كنا حكينا جمعه اللي فاتت قلت انه غزه هو امتحان، معناها هو خلى برشا اقنعه تيح رئيس الوزراء العراقي يقول انه غزه امتحان للنظام العالمي. ان غزه اليوم تشكل امتحانا جديدا للنظام العالمي الذي فشل مرات عدة في تطبيق ما ينادي به من قيم الإنسانية والعدل والحرية، وكانت وما زالت فلسطين شاهدا حيا على هذا الفشل. أما آن لنا وقف معاناة هذا الشعب المكافح الصامت الذي يصفه بعض الأصدقاء في كلماتهم بأنه أعمال إرهابية، بينما الجرائم المدمرة الممنهجة للاحتلال الصهيوني إنها أعمال دفاع على النفس. باش نحكيو على أهم النقاط اللي خليت يمكن ما فهميش هالبيان الختامي، وخليت زادة مصر تم بعد نعطيكم فكرة خرجت بيان منفرد في بعد القمة هذية. من بين النقاط الخلافية كانت موضوع الإدانة المنفردة، وقف إطلاق النار، والفتح المستدام لمعبر رفح. سمو الشيخ تميم أمير دولة قطر حضر وشارك في القمة، وهناك ارتباطات وترتيبات ولا يوجد أي شيء على الإطلاق. بالعكس كان مشاركة كبيرة. بالتأكيد مشاركة رئيس الدولة، يعني هيد أوف ستيت وأمير الدولة طبعا، زي ما حضرتك سمعتوا كده من شرح أحمد فهمي قال لحضراتكم. وموضوع أو بعض الناس العمالة ترغي، ما خلي بالك هو لما بيلاقي عندك نجاح وقمة ناجحة وعندك العالم كله قدرت تعمل كده، أكبر قمة اتعملت من أيام ما حصل يعني العدوان الصهيوني على غزة وعلى الشعب الفلسطيني من يوم 7 أكتوبر للنهاردة، محدش عمل قمة، محدش اجتمع كده أصلا. فانت بتعمل كده هذه القمة الناجحة، فلازم إيه يعمل لك حاجة في النص كده عشان يحاول يبوظ الموضوع. لا، هذين المتحدث باسم رئيس الجمهورية المصرية أحمد فهمي وقت اللي كانوا سألوه على أسباب بتاع مغادرة أمير قطر، خطر أمير قطر كان موجود ودارت فيديو برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، قام دانسولكو معناها بطريقة بغيسك شوية، فخليت برشا يتسألوا ما ألقاش زيد الكلمة هل أنه هذية موقف ألا لا. فالمتحدث باسم رئيس الجمهورية المصرية قال أنه راهو مشى عنده ارتباطات وكذا، عنده ما يعمل. وهك سمعت الإعلام اللي معاه قال قمة ناجحة، معناتها دايوغ معناها برمي الأصوات القليلة معناها اللي اعتبرت أنه اللي صار قمة ناجحة. باركونت اختوى باش نرجعو نحكيو على النقاط الخلافية مع مراسل سكاي نيوز سمير عمر. يعني انتهت القمة وغادرت الوفود مقر انعقادها في العاصمة الإدارية الجديدة دون أن يصدر بيان ختامي كما أرادت الدولة الداعية مصر في هذه التظاهرة والمشاركة الكبيرة من العديد من الدول. لماذا لم يصدر البيان؟ وفقا لمصادرنا فإن دولا غربية كانت حريصة على نسف أي محاولة لصدور بيان مشترك يتضمن مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وبل أن البعض يقول إن المشاركين من الدول الغربية الكبرى كانت تريد أن ألا يخرج بيان أصلا. ليس الأمر بسبب بعض الصياغات أو بعض المطالب التي كانت مصر تطالب أن يتضمنها البيان، ولكن كانت هناك نية مبيتة، هذا تقدير أحد الدبلوماسيين رفيع المستوى، أن هذه الدول جاءت لكي تعرقل صدور بيان. لو أنها جاءت كانت لتختلق المشكلات في الصياغة حتى لا يخرج البيان. دوك البيان اللي كانت كما قلنا البيان المنفرد اللي خرجته مصر أكدت من خلاله أنها سعات من خلال دعوتها للقمة هذه إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، توافق محور قيم الإنسانية وضميرها الجماعي، ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير الحق، ويدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، ومطالبة باحترام قواعد القانون الدولي والأهمية ولحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات. معنى هذا أهم ما جاء في البيان. وبش نختمه بعد القمة هذية وبعد ما سمعنا التصريحات هذه الكل، محمود عباس كيفاش كان آخر المداخلة متاعه؟ شنو قال؟
أيها السيدات والسادة، لن نرحل لن نرحل لن نرحل، وسنبقى في أرضنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. به إياد، شنو هي المهزلة والسرك هذا اللي حصل؟ تذكرت احنا كنا نهار الجمعة حكينا في الموضوع، كنا توقعنا انه هذا اللي باش يصير. للأسف هو معناتها شنو اللي صار؟ تلموا الدول حكاو كل واحد، انا تبعت هالقمة وقعدت تفرج عليهم كل واحد شنو ضيعت وقتك لا 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 أربع ساعات من حياتك مهم لانه معناتها في الاخر ميم با عرفتك الحد الادنى في العاده في كي يتلموا يخرجوا بيان كل كسوا شنو اللي فيه. المهم هاو نخرج بيان على اتفقوا تلموا وما لا اتفقوا لا خرج بيان. في الاخر اضطرت الرئاسه المصريه تخرج بيان. شنو قعدت صندوق عجب كانوا نجموا كل واحد مع جهين ولا كنت عداو مع جهين على الاقل معناتها خلينا على المصاريف لا معناتها العمليه كلها تي المهزله نعرفوها من نهار السبت. علاش تعملت هي اصلا كي هي مهزله وباش يخرج علاش عملوها؟ شوف علاش فاش قام يلزم ايش نمشوا الاسباب الحقيقيه علاش تعملت؟ لا لا باش نجاوبك ان الاسباب الحقيقيه علاش تعملت. الدوله المصريه والنظام المصري محتاج انه يعمل حركه دبلوماسيه، وبالتالي كانت حركه من اجل حركه. علاش؟ على خاطر الراي العام تاعو ما ينجمش يفهم انه ما فماش رد فعل مصري او حاجه مصري. هل هذه القمه حقيقه هي من اجل غزه وفلسطين؟ هي يعني قلت لك هي ولا هي في طوف. هي لمصر تعملت اكثر، هي تعملت لمصر لي معناتها الموقف المصري لا اكثر ولا اقل. ودايور لو فيت لي اللي هي تلخصت في الاخر بالكل ببيان تنظيمي مصري هو يفسر الموضوع. هل الكلام هذا ياد اللي قلته والسلم والسلام اللي سمعته الكل هل يصح الحديث عليه وانت ما زلت في حرب؟ ما تنجمش تحكي على السلام وانت ما زلت حرب. شوف ما زلت فما حرب قائمه وانت تقول السلام والامن هذا ذكروني في بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه مش في وسطها معناتها. لا وقبل ساعه انت قبل حتى كي تبدا تفكر في السلام الشرط الاول للسلام هو ايقاف قتل المدنيين ساعه قبل كل شيء. كيفاش نحكيوا على سلام ومدنيين قاعدين يقتلوا ومخطط لتهجير الناس من بلادهم للدول الاخرى؟ دونك من غير المنطقي انه حد بعقله يتصور انه القمه هذه كانت باش تخرج بحاجه حول السلام. حاجه ثانيه رو عاده القمم السيريوز الجديه هو انه يكون فما مشروع نتاع بلاغ يتحضر قبل ما الناس تمشي. راه داير برشا مثلا اردوغان كان ماشي ومشى نهار قبل وما حضرش للقمه على خاطر كان واضح انه ما فماش حاجه متفق عليها في مثل هذه القمه. به انا القمه معناتها بالعكس انا كانت مفيده جدا. تعرف ديما نغزل الاشياء من منظور واحد اخر. اكدت لي انه فما ديكالاج كبير برشا وهذا نعرفوه مش جديد بين الشعوب والانظمه العربيه، الشعوب في جهه والانظمه العربيه في واد اخر. أكدت لي أنه كان نحكيه على المناطق العربية والدول الإسلامية المجاورة فإنه غزة ليست هي المحتلة حقيقة، غزة هي التي تقاوم من أجل استقلالها. وفهمت لي الدول العربية الأخرى هي المستعمرة الحقيقية من طرف الكيان الصهيوني. والله ما عندي قناعة ولات بهذا، غزة تقاوم مش تقعد ديما عندها كلمتها اللي تقول، خاطر الأخرين المحتلين الحقيقيين هما الدول العربية الأخرى. والله بالرسمي عندي قناعة ولا تك معناتها غزة هي لليبر والبقية كل محتلي. غزة عندها هي حرة في إرادتها والمانيفست الإرادة بتاعها، الأخرين للأسف فما إرادة كونفيسكي مسلوبة عند واضح. يعطيك صحة